دونك الاسعار راكم شفتوهم جد مقبوله معقوله، وكاين وفره وكاين جوده والحمد لله. هذا بالنسبه واش شفنا اليوم. ولكن ماذا بيا نقول جوج حوايج. الاولى وزاره الفلاحه فتحت 500 نقطه بيع، وكان لوحه الكترونيه اللي حب يدخل في الفيرما واسمها وتلقاو سواء على مستوى المنتجين، وسميناها من منتج للمستهلك، وهذا احسن دليل. هنا راكم تشوفوا منتجين هم يبيعوا الخضر والفواكه نتاعهم.